انا بسمع ان ليكي موقف من برامج المقالب، وبرضو هي مسألة مرتبطة برمضان، معرفش ايه اللي ربط المشاهدة بتاعت البرامج دي برمضان. يعني من زمان من احنا صغيرين نشوف الكاميرا الخفية، نشوف حاجة زي كده. فانتي لما بتتعزمي رامز هيصور قتيل، يعني رامز في يوم من الايام لازم حد هينتهي عليه. وانتي ممكن تقبلي تروحي برامج زي دي؟ لا يا رب ما يبعتلي. لانك افرضي انك انت خلي بالك، اولا انا مقله جدا، لاني انا يعني مش بحب اطلع اتكلم الا اذا كان في لازمه ان انا اتكلم. يعني خلاص الناس بتشوف اعمالي، ويعني مش بقوله بطلع في كل شويه في برامج، فعندي يعني شويه اختيارات كده. فما افتكرش ان هم نفسهم هيبعتولي اوعى تبعت لي يا رامز، خلي بالك، ولا يا فوقش كمان، لان فوقش على الحياه. لا خلي بالك، انا لازم ابقى العبها صح. بقول لي بقى بقول لا عيب، ده احنا هنقول لبعض طبعا. انا ساعات برضو ممكن اتزحلق في حاجه والله.